قطاعة المنتجات الفرنسية سلاح أشر في وجه باريس كرد فعل على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام. ما هي القصة الكاملة؟ البداية منذ 10 أيام عندما قتل معلم التاريخ الفرنسي صامويل باتي على أيدي لاجئ شيشاني أقدم على فعلته ردا على عرض باتي لطلابه صورا كاريكاتورية مسيئة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم مقتل الجاني برصاص قوات الأمن، إلا أن حالة الاستنفار الداخلي بفرنسا لم تهدأ، وأمر وزير الداخلية الفرنسي بإغلاق أحد المساجد بسبب نشر إمامه رسالة يحرض فيها على المعلم ضحية الحادث، مثلما قررت الداخلية التضييق على عمل الجمعيات الإسلامية ومراجعة نشاطها ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وإلقاء القبض على كل من يعتبره محرضا على صامويل باتي. أما الرئيس الفرنسي ماكرون شارك في حفل تأبين صامويل باتي وقال على هامشه: لن نتخلى عن الرسوم والكاريكاتور حتى وإن تقهقر البعض. مقتل صامويل باتي هو بمثابة جنون وغباء للإرهاب الإسلامي الأعمى ولن يرهبنا. الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أدان الحادثة الإرهابية بفرنسا وجدد دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه. طلب باحترام المقدسات والرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، داعيا إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة. لم يتبنى كثيرون طرح شيخ الأزهر ولجأوا إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين وسم مقاطعة المنتجات الفرنسية، والذي تصدر قائمة الأكثر انتشارا في العديد من البلدان العربية. وفي خضم هذه الأحداث استغلت تركيا الخلافة الإسلامية الفرنسية للضغط على باريس بعد سلسلة من الأزمات السياسية بدأت من حلف الناتو مرورا بالحرب في سوريا والوضع الليبي وصولا إلى الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن إقليم ناغورنو كارباخ المتنازع عليه. الرئيس التركي واصل هوايته بالصيد في الماء العكر وحاول تقمص دور حامي حمى الدين الإسلامي. فهاجم نظيره الفرنسي وقال إنه يحتاج إلى علاج عقلي ونفسي، الأمر الذي رفضته باريس واستدعت على إثره السفير التركي. وتزامنا مع دعوات المقاطعة غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعربية مخاطبا العالم العربي والإسلامي قائلا: لا شيء يجعلنا نتراجع أبدا، نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، لا نقبل أبدا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني، نقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية. هل يستمر العرب في إشهار سلاح مقاطعة المنتجات الذي تم استخدامه مسبقا مع المنتجات الأمريكية والهولندية والدنماركية، وما جدواه السياسية والاقتصادية، وما هي احتماليات نجاحه في المرحلة الحالية؟ هذا ما نناقشه معكم